أرحب بكم جميعاً في هذا الصباح اللي مليان نشاط وروحانية من أول الصباح. صراحة قمنا الصباح بدعاء حسينا فيها أنه شعرنا مشاعر من الأمل لمستقبل البشرية، والسبب حضورنا في هذا الجمع اللي كان شاهد على قدرة البشرية أنه يجتمع مع بعض في مساحة ويناقش قضية مثل هذه القضية، وهي قضية المرأة والمساواة بين الرجل، وكيف هذه القضية تستطيع أن تساهم في تطوير المجتمع البشري بشكل عام. سعادة الفاضل حاتم عبد الحميد نائب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، الفاضلة سفيرة رامشفر ممثلة الجامعة البهائية في الأمم المتحدة بنيويورك، والممثل الجامعة البهائية العالمية بالمنطقة العربية مكتب القاهرة الأستاذ حاتم الهادي، حضورنا الكرام في القاعة، حضورنا الكرام في الفضاء الافتراضي، نرحب بكم جميعاً ونبدأ جلستنا بمقدمة بسيطة، وبعد ذلك راح نرحب ب الأعزاء يبدأوا بورقات العمل ومن ثم نبدأ النقاش. إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم ترحيباً حاراً يليق بمقام هذا الحضور، هذا الحضور الذي بمشاركته في هذه الندوة يعبر عن قناعته بأهمية موضوع حيوي، ألا وهو دور قيم المساواة والتعايش في تعزيز الرخاء الاجتماعي في عالم يقوده الابتكار والتحول الرقمي. الحديث عن هذا الموضوع لا يهدف إلى إنصاف أو دعم نصف المجتمع دون الآخر، ولكنه مبني على الوعي التام بأن قيم المساواة يتطلب منا النظر للمرأة والرجل برغم اختلافهما من منظور الواقع الإنساني والاجتماعي، فهما معا نسيج واحد متشابك ومتمازج ومتفاعل على مختلف المستويات البيولوجية والحيوية والتربوية والأخلاقية والقيم الإنسانية والفكرية، بحيث يصبح أي تهميش لأحدهما تهميش وضرر مباشر للجميع. وهنا ندرك ضرورة التجديد للقيم الإنسانية في المجال الروحي حتى يواكب التطور العلمي والتكنولوجي. فالنظرية التي تتداول بين أغلبية الناس اليوم بأن الإنسان خلق ذاتياً عدو لغيره، منافساً لنده، معادياً لقرينه، لا يمكن نزعه من ذاتيته، وإن التطور الإنساني مقترن بالحروب والتمييز بين الأجناس البشرية، أصبح في يومنا الحاضر سبباً للتقهقر والدمار وإضمحلال ما توصلت إليه الإنسانية من التطور الاجتماعي والثقافي. فأصبح من الملح والضروري النظر في مجموعة واسعة من وجهات النظر من أجل التحقق من هذه الفرضيات في رسم مستقبل متوازن بين الرفاه المادي والاعتبارات الأخلاقية الاجتماعية والروحية لمستقبل البشرية. ولذلك مشاركة جميع فئات المجتمع من المرأة والرجل يداً بيد وسماع أصواتهم ووجهة نظرهم، لا سيما النساء اللواتي تم تهميشهم بسبب وجهات النظر المادية المفرطة في العالم، أصبح أمر لا غنى عنه. وهنا أود أن أدع المجال للمحاضرين المحترمين وأدعوهم لعرض ورقتهم ليقدموا لنا فرصة للتعمق في هذا المجال الحيوي، ومن ثم نستفيد من الحضور الكريم بسماع آرائهم وأسئلتهم المطروحة لإثراء الحوار وإضافة أبعاد مختلفة والمشورة معا للوصول إلى المزيد من وحدة الرؤى والفكر. وسنبدأ ندوتنا بدعوة الفاضل الأستاذ حاتم الهادي ممثل الجامعة البهائية بالمنطقة العربية مكتب القاهرة ليتحدث عن القيم في الابتكار
مشاركة المرأة في إعادة تخيل التقنيات الرقمية. الأستاذ حاتم ممثل الجامعة البهائية في المنطقة العربية منذ سبتمبر 2022، هو مهتم بالقضايا الاجتماعية في موطنه الأم مصر منذ عام 2011، ومن بين 2011 لين 2014 شارك في وفد للمساهمة في صياغة الدستور الوطني الجديد في مصر. هو مهتم بعرض مبادئ ومفاهيم من خبرات الجامعة البهائية في الحوارات العامة، بالأخص في موضوع مبادئ الوحدة المجتمعية، وهو أيضاً مستشار لمعهد أسبن، حيث يرأس برنامج الزمالة في منطقة الشرق الأوسط للمعهد، وهو برنامج يعزز قيم الريادة وتطبيقاتها لمدراء التنفيذيين والشخصيات القيادية، وسبق أن تولى مناصب قيادية في إدارة الاستراتيجيات في شركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط، أوروبا، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والصين، وكما عمل نائب لرئيس الجامعة الملكية لإدارة العقارات في لندن. فليتفضل. مشكورا. شكرا جزيلا. السادة والسيدات أصحاب السعادة، حضرات الحضور، يسعدني أن أرحب بكم في مقر الجامعة البهائية العالمية في نيويورك. وكما يعلم كثير من الحاضرين اليوم أن الجامعة البهائية العالمية قد تم تأسيسها في الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية مراقبة منذ عام 1948، وتم تسجيلها بمكانة منظمة استشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 1970. وعلى مدار السبعة عقود الماضية قد سعت الجامعة البهائية العالمية من خلال مكاتبها بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أن تساهم في الحوارات المهتمة بالسلام العالمي ورفاه البشرية بتقديم العديد من البيانات والمداخلات التي تحتوي على مفاهيم مقتبسة من مبادئها الأساسية ومن تجارب المجتمعات البهائية المتواجدة في كل الدول الأعضاء للأمم المتحدة. وتسعى الجامعة البهائية العالمية أيضاً أن تساهم في نفس هذا النوع من الحوارات القائمة على الصعيد الإقليمي عن طريق ممثليها ومكاتبها القائمة في بروكسل وأديس أبابا وجاكرتا وحديثاً في القاهرة. ويشرفني أن أشارككم اليوم ببعض النقاط الأساسية لهذا البيان الرسمي الذي قدمته الجامعة البهائية العالمية في الدورة 67 للجنة المعنية بوضع المرأة في الأمم المتحدة. وكما ترون من النسخة الموضوعة أمامكم أن البيان هو بعنوان القيم في الابتكار، مشاركة المرأة في إعادة تخيل التقنيات الرقمية. طبعاً سأتناول هذا البيان باختصار وأتناول بعض النقاط الأهم فيه، وهو طبعاً هذه النسخة، هذه لكم لقراءتها وتمعن على البيان. ويبدأ البيان بأن التحول والتغير السريع الذي يشهده الواقع العالمي قد يدفع الإنسانية إلى تقدير أكبر لترابط البشرية الذي يرافقه اعتماد أكبر على التقنيات الرقمية، ويستكشف تأثير هذه التغييرات على النساء وعلاقة تأثير هذه التقنيات والتغيير السريع على زيادة الإقصاء والتهميش. ويقترح البيان أن العديد من التقنيات التي ينبغي أن تكون بمثابة أدوات لتوسيع قدرة البشرية والمساهمة في بناء حضارة مزدهرة ومتسقة تعكس أسمى القيم الإنسانية، قد باتت تعزز على عكس المرجو منها مفاهيم مشوهة عن الطبيعة البشرية وعن الهوية الإنسانية وعن مفاهيم التقدم ومغزاه، وأن العديد من التقنيات التي غالباً ما تقوم قلة من أصحاب الامتياز بتوجيه تصميمها تستند على قيم مادية يتم غرسها على نطاق واسع دون مراعاة للآثار الاجتماعية والأخلاقية والروحانية المترتبة عليها. وأنه على الرغم من تأثر كل فرد جراء تشكل التكنولوجيا من خلال وجهات نظر ضارة، إلا أنه بالنسبة للنساء والفتيات بالتحديد أداء يشكلن قاعدة كبيرة من المستخدمين، وفي كثير من الحالات
يمثلنا المستهلكين المستهدفين الأساسيين، فإن هذا يمثل تحدياً كبيراً. وفي جوهره يطالب بيان الجامعة البهائية العالمية بإجراء فحص صادق وأمين للقيم والنوايا التي تسترشد بها عملية الابتكار، وأن تكون وجهات النظر والمساهمات التي يمكن للمرأة أن تقدمها في صلب هذا المسعى. وفي البيان أيضاً تأكيد على أن التكنولوجيا بإمكانها أن تكون أداة فعالة في زيادة القدرات البشرية والعمل على ترابط المجتمعات المحلية، ولكن مثلها مثل أي أداة يمكن لانتشارها إما أن نحقق فوائد أو يعزز ظلماً قائماً. ويؤكد البيان أيضاً على المستوى البناء أنه قد شكلت الشبكات والحركات الإلكترونية وسيلة هامة لزيادة الوعي بالتحديات العديدة التي تواجهها النساء والفتيات، إلا أنها عندما تكون مدفوعة بآفاق ضيقة أو تركيز قصير المدى على الأرباح، يتم استخدام هذه التقنيات في الإقصاء والتحرش والاستغلال أو حتى القمع. ومن ثم يطرح البيان فكرة أن القيم التي تحكم التقنيات الرقمية ليست حيادية، بل إنها تتأثر بشتى بالهياكل الأساسية المادية، وأن المفاهيم والأفكار الأساسية عن التقدم غالباً ما تساوي بين استهلاك السلع ومستويات أعلى من الرفاهية. ويطرح البيان أسئلة محفزة للتأمل في أن مفاهيم أشمل على الطبيعة البشرية يجب أن تجد تعبيراً متزايداً لها في التقنيات الرقمية، وأن مشاركة المجتمعات المحلية في عملية تحديد أولوياتها والتشاور حول تأثيرات التقنيات في سياقها المحلي. ويقترح البيان أن التوسع في إشراك المرأة ينبغي أن يكون في نهاية المطاف قائماً على الاعتراف لأن تعدد وجهات النظر هو شرط أساسي. هو شرط أساسي لبناء مستقبل يستجيب لكامل مدى الخبرة البشرية. وأن المشاركة الشاملة التي تتميز بالالتزام بمبدأ المساواة بين الجنسين سوف تطلق أشكال من الابتكار تعكس القيم الجماعية الإنسانية بشكل أفضل. ويأمل البيان من اللجنة المختصة بالمرأة والدول الأعضاء الأخذ ببعض الاعتبارات المتعلقة بالسياسات على المستوى الوطني. سنذكر بعض هذه الاعتبارات هنا، وتشمل هذه الاعتبارات دمج وجهات النظر المتعددة في المجالات والعمليات المتعلقة بالابتكار التقني واستكشاف آليات من شأنها تعزيز تعليم النساء والأطفال باستخدام التقنيات الرقمية، وكذلك ضمان مشاركتهم الكاملة وتمثيلهم وحمايتهم عبر الإنترنت. ويتضمن البيان أيضاً الاقتراح لإعادة النظر في تلك الأمور بشكل دوري في فضاءات كهذه التي تعقدها اللجنة. ونختم البيان بإدراك أن هذه اللحظة في التاريخ تقدم فرصة لمواءمة الابتكار التقني مع أسمى درجات الحكمة البشرية. المفاهيم التقليدية المتعلقة بالتقدم والطبيعة البشرية أصبحت غير قادرة على الاستجابة لمفاهيم أكمل لرفاهة الإنسان وتأسيس حضارة إنسانية مزدهرة، بما في ذلك توجيه ودفع تطوير التقنيات الرقمية. وأن أصوات النساء ووجهات نظرهن سيكون أمراً لا غنى عنه، وستكون مشاركتهن الهادفة شرطاً أساسياً لخلق أنماط جديدة من الثقافة والتفاهم حول تطوير التكنولوجيا. وأخيراً نطالب البيان باستحداث نموذج أكثر شمولية، نموذج يخاطب مفاهيم أسمى للطبيعة البشرية ولمفاهيم التقدم،
نموذج تحدد أولوياته تحدد أولوياته وفقاً للاحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية المعنية بإصلاح مجتمعاتها. أي باختصار، البيان يسعى لتحفيز المشورة عن رؤية الابتكار التقني الذي يقدم إمكانات غير محدودة. شكراً. شكراً أستاذ حاتم. جداً لفتني هذه الجملة، الاستفادة من الحكمة الموجودة في البشرية. هذه قوة كامنة فينا أحياناً تصبح ضبابية عندما نميل للجانب المادي وننسى هذه القوة الكامنة اللي أوريدي الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها. وهذا ينقلنا إلى أن ندعو إلى الدكتور فواز الشروقي إلى أن يطرح ورقته في موضوع دور التربية والتعليم في تعزيز ثقافة المساواة والتعايش. الدكتور فواز، مرحبا بك من المملكة البحرين، وهو كاتب ومفكر بحريني حاصل على درجة الدكتوراه في المناهج والتدريس، له العديد من الإصدارات المتخصصة بالإضافة إلى حضوره الإعلامي ككاتب صحفي في الصحافة البحرينية، وهو ناشط في مجال تعزيز ثقافة التعايش، وعمله الحالي هو مدير لإدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين. فليتفضل مشكورا. عفوا دكتور فواز، إذا بس تمهلنا ثواني لأنه الصوت في القاعة ما موجود. أوكي دكتور، إذا تسمح تشيل الهيدفون على أساس نقدر نسمع صوتك في القاعة أيضا. إذا أكون صوتي واضح ممكن أنا أبتدي. واضح، تفضل. طبعا أنا أشعر بكثير من الاعتزاز بهذه المشاركة. أشكر بالأخص الجامعة البهائية العالمية على هذه الدعوة العزيزة علي، وأشكر جميع الحضور، وأتمنى أن تكون مداخلتي مفيدة وفي صلب الموضوع المطروح. طبعاً يعني أنا سأدخل في الموضوع بشكل مباشر. مداخلتي هي عن دور التربية والتعليم في تعزيز ثقافة التعايش والمساواة، ولن يعني أسترسل كثيراً في النظريات ولا في، وإنما أريد أن أدخل وأن أفيد وأن يعني أختصر ما أريد أن أقوله في بضع كلمات في هذه الدقائق المتاحة لي. طبعاً إذا تكلمنا عن التربية، ما هي أهمية التربية منذ أن أنشئت؟ هي يعني التربية هي أن نعطي للأطفال أو نمنحهم أو نزودهم بالقيم والمعارف والأخلاقيات التي تؤهلهم ليكونوا مواطنين صالحين في المستقبل. يعني هذا باختصار هي التربية. وطبعا الذين يقومون بالتربية خلال القرون الماضية هي مجموعة طبعا من المصادر. طبعا المصدر الأول هو الأسرة، ثم يأتي بعد ذلك المحيط الاجتماعي. إذا نتكلم عن القرنين الماضيين يعني نقول النوادي وغيرها، بالإضافة حق المدرسة، ثم دخلت بعد ذلك من 100 سنة أو 200 سنة وسائل إعلامية أصبحت هي مشاركة كذلك في هذه التربية. إذن أصبح الأمر لا يقتصر فقط على الأسرة والمدرسة والمحيط والنادي ودار العبادة للقيام بهذه التربية، وإنما أصبح هناك دور لوسائل الإعلام تقوم بجانب من هذا الدور. وطبعاً وسائل الإعلام تنوعت، في السابق كان يسهل السيطرة عليها ويسهل التعامل مع المضامين التي تبثها وعلى الرسائل التي ترسلها إلى الأطفال والناشئة والشباب. أما في مؤخراً ومع هذا الانفتاح
الإعلامي والمعلوماتي أصبحت السيطرة على ما تبثه وسائل الإعلام خصوصاً من خلال السوشيال ميديا وخصوصاً من خلال محركات البحث، أصبحت السيطرة على الرسائل والمضامين صعبة جداً. يعني سابقاً لما ظهر المذياع كنا نحدد ربما البرامج التي يجب أن يتعرض لها الطفل، نقول هذا برنامج أطفال، هذا الذي تتعرض إليه فقط أيها الطفل، وبعد ذلك بالإمكان أن أغلق المذياع. بالنسبة للتلفزيون نفس الصورة كذلك، أحدد ساعات معينة، هذه الساعات المخصصة للأطفال، بعد الساعة 9 هناك مضامين لابد أن لا يتعرض لها الطفل فأغلق التلفاز. أما اليوم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية والأجهزة اللوحية لدى جميع الأطفال ربما، فأصبحت عملية السيطرة على المضامين التي تبثها هذه الوسائل أصبحت صعبة جدا. أنا أعلم أطفالي في البيت على قيم التعايش والمساواة، ولكن تأتي هناك وسائل إعلام أو وسائل تواصل اجتماعي ومؤثرون في هذه الوسائل يدمرون ما عملت عليه لسنوات، يدمرون هذه القيم التي رسختها لدى الطفل من خلال ثقافة التعايش والمساواة. تقولون لي ما هو الاقتراح؟ الاقتراح لابد أن تقوم التربية والتعليم بالاهتمام بما يسمى الآن التربية الإعلامية. أنا لا يمكن أن أمنع الطفل من استخدام هذه الوسائل، ولا يمكن أن أحجب عنه وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكن أن أجعله لا يتعامل مع هذه الوسائل ويصبح جاهلاً، ولكن لابد أن أجعله متربياً إعلامياً متمكناً من الثقافة الإعلامية، يستطيع التفريق بين الغث والسمين، بين الإشاعة وبين الحقيقة، أجعله يستطيع أن يقيم المادة الإعلامية التي تصل إليه بحيث يفرزها ويتأكد أن هذه المادة مناسبة للقيم العالمية التي تربى عليها في بيته وفي مدرسته وفي محيطه الاجتماعي وفي النادي وفي دار العبادة أم لا. لابد أن أجعل الطفل هو نفسه هو الذي يستطيع أن يجابه هذه الرسائل، أن يتعامل مع هذه المضامين، ولا يمكن أن أستخدم أسلوب الفرض أو المنع. فهذه طبعا نقطة أساسية، وأنا أظن بأن المراكز التربوية والمؤسسات التربوية ومنظمة اليونسكو مهتمة بهذا الأمر، وأطلقت ربما من خلال 20 سنة أو 30 سنة الماضية برامج للتربية الإعلامية، وقد بدأتها الكثير من الدول وأصبحت مقررة في مناهجها منذ رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية. ربما نحن في الدول العربية لدينا قصور في هذا الجانب، أو ربما دخول متأخر إلى هذا الحق، ولكن نتمنى أن يتم التوسع فيه والالتفات إليه، لأن يعني الكثير من المضامين السيئة التي ربما تخلق أزمات أو تخلق مشاحنات بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء المجتمع الواحد أو بين أبناء العالم، لأننا الآن أصبحنا قرية صغيرة، يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي جعلتنا نتواصل وكأننا في منطقة واحدة، فلابد أن تعزز قيم التعايش والمساواة التي تربى عليها الطفل في البيت والتي تعلمها في المدرسة، لابد أن نجعل الطالب متمكنا من مجابهة هذه المضامين الإعلامية الكثيرة والشديدة، ويعني ربما تكون ربما تفجر ما يسمونه الهويات القاتلة إذا لم نتعامل معها من الصغر، وأن لا نجعل هناك تضارب بين ما يتربى عليه الطفل في البيت والمدرسة وما يأخذه في هذه وسائل التواصل الاجتماعي. أنا لا أريد أن أطيل، أتوقع أن أنا أخذت وقتي بما فيه الكفاية. أنا سعيد جدا بهذه المشاركة وأشكر الجميع على حسن إصغائه، وأتمنى أن تكون مداخلتي مفيدة لهذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور فواز، رسالتك واضحة ومهمة جدا، وهي تأهيل الأجيال ليكونوا مواطنين صالحين للعالم، لوطنهم أولا وللعالم بالتأكيد، بما أننا أصبحنا مترابطين، وأعطيتنا رسالة جميلة وهي أهمية التربية الإعلامية. ف
فهي نقطة مهمة جداً نستطيع أن نتحاور فيها أكثر في وقت النقاش. شكراً لمداخلتك، وننتقل إلى ضيف آخر معنا، وندعو الآن الأستاذ ميثاق روحاني ليتحدث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المساواة والتعايش وإثراء الرخاء الاجتماعي. الأستاذ ميثاق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية البهائية الاجتماعية في مملكة البحرين، وباحث في مجال البيئة والمساواة والتعايش، مدرب معتمد لعقد دورات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الشباب لتخطيط وتيسير الحوار المجتمعي. هو مهندس طيران ويعمل كمدير للعمليات في مجال الطاقة المتجددة، وهذا من ضمن اهتماماته للبيئة. منخرط في مشاريع تدعم رؤية الحياد الكربوني لمملكة البحرين لرؤيتهم لسنة 2060. فليتفضل مشكورا. شكرا دكتورة ندى. إن أي محاولة جدية تهدف إلى المشاركة في إثراء التعايش والرخاء الاجتماعي للمجتمع بأسره لتقدم الأسرة الإنسانية لا يمكنها أن تتجاهل القيم والمفاهيم الأساسية التي تبنى عليها المجتمع. ستتناول هنا بعض هذه القيم والمفاهيم الأساسية مدعومة ببعض التجارب المحلية. إن الجمعية البهائية الاجتماعية هي منظمة من منظمات المجتمع المدني مسجلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، وتشارك في الحوارات السائدة في المجتمع، فهي تعمل مع جميع مكونات المجتمع للمساهمة في تعزيز وخلق فضاءات تشاورية للحوار الذي يسمح بالمشاركة الجماعية والتعلم، كما تتعاون مع الجمعيات والمؤسسات من مختلف القطاعات في مملكة البحرين بهدف تعزيز التعايش والألفة لتقدم المجتمع نحو الوحدة والرخاء الاجتماعي من خلال استخدامها أدوات مختلفة مثل الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية واستخدام الفنون. إن لمؤسسات المجتمع المدني دور مهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. إن تعزيز قيم المساواة وإثراء الرخاء الاجتماعي مبني على إدراك جماعي بأن التنوع البشري مصدر للثراء وركيزة أساسية لأي مجتمع دائم التطور والتقدم. هناك أمثلة على تعاون منظمات المجتمع المدني على مختلف المستويات، سنذكر بعضها. أولاً، التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. تشير التجارب إنه بشكل طبيعي عندما يحصل تعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يؤدي ذلك إلى المزيد من الشراكة والإحساس بالملكية والمسؤولية لدى التنفيذ، ويؤسس أرضية خصبة للتشاور وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على المجتمع بأسره. إحدى هذه التجارب على سبيل المثال هو التعاون البناء بين وزارة التربية والتعليم والجمعية البهائية الاجتماعية، والذي اشتمل على خلق فضاءات مختلفة منها ورشة عمل بعنوان دور التربية والتعليم في تعزيز ثقافة المساواة والتعايش بمشاركة عدد من الأكاديميين والتربويين والجمعيات ذات الأهداف المشتركة للتشاور حول الأفكار المتعلقة بدور التنوع والتعايش في بناء المجتمعات بطرق أكثر عملية. إن للتربية والتعليم دور أساسي في ترسيخ مفهوم المواطنة العالمية والرقي الإنساني والثقافي، وذلك يساعد في إزالة العثرات والتعصبات ويعطي دافعاً وطنياً وإنسانياً للمزيد من الاتحاد والوحدة المجتمعية. ثانياً، تعاون منظمات المجتمع المدني مع وسائل الإعلام.
بإمكان وسائل الإعلام أن يكون لها دور بارز في تعزيز ثقافة المساواة وتمكين المرأة والمضي بالمجتمع قدما نحو درجات أعلى من الوحدة والاتحاد. إحدى التجارب كانت استخدام الفنون لتعزيز قيم التعايش والمساواة، حيث تم إعداد أغنية وتم عرضها في التلفزيون المحلي عن مبدأ الوحدة في التنوع، الذي يعد بعداً هاماً من ثقافة التسامح والتعايش. جميعنا نتأثر بالبيئة من حولنا ونساهم في التأثير عليها، ووسائل الإعلام بشتى أنواعها هي إحدى القوى التي تشكل ثقافة المجتمعات في كثير من البلدان حول العالم. وفي هذا السياق من المفيد أن ننظر إلى وسائل الإعلام أكثر من مجرد تكنولوجيا للتواصل ونقل المعلومات أو أداة للترفيه، بل بعداً مهماً لبيئتنا. تشير التجربة هنا أن التعاون مع وسائل الإعلام بمستويات أعمق بإمكانه أن يكون إحدى الوسائل التي تعزز واقع المساواة والتعايش في المجتمعات. ثالثاً، دور المنظمات الدينية في تعزيز التعايش والمساواة. هناك العديد من أمثلة التجارب البناءة بين المنظمات الدينية لتعزيز التعايش بين الأديان، وذلك من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على سبيل المثال. هناك تجربة الدعاء من أجل السلام التي تعقدها المنظمات الدينية مثل الكنائس في مملكة البحرين، وبمشاركة عدد من قادة الأديان ومن ممثلي الطوائف والمذاهب والمهتمين، كما أن عقد المناسبات الدينية بحضور أطياف المجتمع من مختلف الأديان نساءً ورجالاً، له أثر واضح على تعزيز حالة التعايش. فعلى سبيل المثال، تم عقد حفل استقبال مؤخراً بمناسبة الذكرى المئوية لعباس أفندي عبد البهاء سفير الإنسانية والسلام، الذي عاش في مناطقنا العربية قبل أكثر من 100 عام، حيث جسدت حياته إيمانه بأن الأديان كلها فيض إلهي من ينبوع واحد، وبأن وحدة الجنس البشري هي روح العصر، وهي الضامن الوحيد لراحة ورخاء أهل العالم. إن مشهد التنوع الذي نراه في هذه المناسبات الدينية وتواجد المرأة فيها كعنصر فاعل لهو أروع مثال بأن الدين يجب أن يخلق المحبة والوحدة بين الناس، ويمكنهم من تجاوز خلافاتهم، حيث يصبح من الممكن توفير أرضية مشتركة بين المؤمنين من جميع الأديان في المناسبات الدينية لتعزيز التعايش وانعكاساته الإيجابية على الرخاء الاجتماعي. رابعاً، دور منظمات المجتمع المدني وانعكاسه على الأسرة. إن دور منظمات المجتمع المدني انعكاساً على الأسرة كأحد العناصر البارزة في تنمية المجتمعات وتوطيد أواصر الأخوة فيها، المجالس العائلية على سبيل المثال هي إحياء لتراث عريق يعكس الطبيعة الإنسانية الاجتماعية في المنطقة العربية. أحد هذه المجالس هو مجلس جابرية الثقافي الذي تم تأسيسه قبل ما يقارب العقد من الزمان، حيث يساهم المجلس في توطيد أواصر التعاون والأخوة والترابط بين المجتمع البحريني رجالاً ونساءً وشباباً من أطياف وخلفيات ومذاهب مختلفة، وذلك عن طريق تسليط الضوء على جوانب مختلفة مرتبطة بتعزيز قيم المساواة والتعايش في المجتمع. يتبع ذلك حوار ثقافي مستنير حول موضوع النقاش وكيفية ترجمة الأفكار إلى آليات عملية تساهم إيجاباً في تحقيق أهداف المجلس، ويشارك الجميع في الحوار والنقاش. الجدير بالذكر أن منظمي المجلس والقائمين عليهم من النساء والرجال، ويعملون جنباً إلى جنب على تعزيز ثقافة التعايش. هذه بعض النماذج المحلية لدور منظمات المجتمع المدني ومساهماتهم في تعزيز قيم المساواة والتعايش أثراء الرخاء الاجتماعي. إن ثقافة الشعوب من شأنها أن تؤثر على العادات والتقاليد وتبني أنماطاً للسلوك،
لذا فإن الحاجة الأعظم في هذه المرحلة التاريخية من عمر الإنسانية تستوجب مشاركة النساء والفتيات الفعالة في الفضاءات الاجتماعية للمساهمة في تعزيز ثقافة المساواة والتعايش. أود أن أختم ورقتي بالتعبير عن سروري وامتناني لهذه الفرصة الفريدة للمشاركة في هذا الحوار حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المساواة والتعايش وإثراء الرخاء الاجتماعي. نأمل وندعو الله لتقدم وتطور أوطاننا والعالم بأسره، فمن خلال الجهود الصادقة والمخلصة للأفراد والمؤسسات الذين يؤمنون بالسلام ووحدة الجنس البشري، يمكننا أن نساهم في الرخاء المادي والأخلاقي والروحي لمستقبل البشرية جمعاء. شكراً على حسن إصغائك. شكراً أستاذ ميثاق. في الواقع أستاذ ميثاق أعطانا أمثلة واقعية عن بعض النتائج الملموسة عندما المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية تحط يدها بيد بعض وتبني علاقات مبنية على الثقة، وهذه الثقة تنعكس بهذه النتائج الجميلة. وشكراً لهذه المشاركات الملموسة. ننتقل الآن إلى ورقة أخرى تقدمها لنا الدكتورة رؤية ثابت، وهي ستتحدث عن المساواة بين الجنسين متطلب رئيسي للتطور الاجتماعي في عالم يقوده الابتكار والتطور الرقمي. الدكتورة رؤية ممثلة البهائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي باحثة أكاديمية متخصصة في مجال الدكتوراه في التربية والتعليم والإدارة الدولية ووضع السياسات. لديها مساهمات كثيرة في مجال التعايش وتعزيز المساواة والوحدة المجتمعية، ولديها إسهامات عديدة مع الجهات المعنية بالتطور المجتمعي وتفعيل التعايش في مختلف قطاعات المجتمع. فلتتفضل مشكور. شكراً. سعيدة أولاً أنا بتواجدي معكم جميعاً ومع أصدقائي وزملائي في هذه الندوة المهمة اللي تتحدث عن المساواة في المجتمعات في العالم. ورقة اليوم تتحدث عن بعض المبادئ والقيم اللي تعزز أهمية المساواة بين الجنسين، وهي تعتبر أساسية للتطور الاجتماعي في المجتمع. فمما لا شك فيه إن البشرية تمر بتحول غير مسبوق في الوقت الحالي، فالتقنية والتحول الرقمي السريع أصبح سمة أساسية لتقدم اليوم. فمن الضروري التعلم لكيفية تطبيق المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ووحدة الجنس البشري تعزيزاً للتعايش بين جميع أطياف المجتمع والتطور الاجتماعي. فيعتمد التقدم الاجتماعي على مشاركة جميع ومكونات وأطياف المجتمع في تشكيلها، والتي ينبغي أن تكون موائمة مع احتياجات الصالح العام ومبنية على أسس وقيم كوحدة الجنس البشري والهوية الإنسانية المشتركة والمساواة بين الجنسين والعدالة. إن الاعتراف المتزايد بالوحدة والمساواة بين المرأة والرجل هو سمة مميزة في العصر الحديث، وهو علامة تبشر بالظهور التدريجي لحضارة عالمية تقوم على أساس العدالة والتعايش والازدهار لجميع أفراد المجتمع الإنساني. ومع ذلك فإن التعبير الكامل عن تلك المساواة وللأسف في كل جوانب الحياة في المجتمع لم يتحقق بعد. ومن الغير الواقعي أن نتخيل رؤية المرحلة التالية في تقدم المجتمعات دون إعادة النظر في المواقف والافتراضات الضمنية التي تكمن وراء مقاربات دور المساواة بين الجنسين كمتطلب أساسي للتطور الاجتماعي في زمن التقنية. هناك فرق بين الإيمان بالمثل السامية وبين السعي لتطبيقه على أرض الواقع، وأظن أن مثل هذه الندوات والجلسات الحوارية تمهد لنا هذا السبيل أن نحن نتباحث ونستكشف حقيقة كيف يمكننا تطبيقه على أرض الواقع وعلى كل مستويات الحياة في المجتمع.
إن التقدم في ميدان تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع جوانب الحياة في المجتمع هو بحد ذاته يعتبر مقياساً لنجاح أي برنامج تطويري وإنمائي في أي مجتمع. طبعاً إذا يعني أحب أن أذكر هذا المثال اللي جداً قريب على قلبي وهو هذا أنالوجي، خلينا نفكر إن كيف إيش معناها المساواة لما هي تكون مهمة في تطبيقها على المستوى المجتمعي. إذا اعتبرنا البشرية كلها طائر له جناحان وأحدهما النساء والرجال، فإذا لم يكن هذا الطائر الجناحين فيه قويين وبشكل متكامل مع بعض فإن هذا الطائر لن يطير. إذن إحنا مجتمعاتنا من المستحيل أن تتطور إذا هذا الطائرين وجناح الجناح الطائرين لم يكونا قويين بنفس القدرة. فإذن تعتبر تقدم المرأة ضرورية لتقدم الرجل كليا ومبنية على تطورهما معا. في هذا المسعى يلعب الأفراد والمجتمع والمؤسسات معا دورا هاما، مثل الأمثلة اللي كان اليوم زميلي ميثاق والأمثلة الدكتور فواز يعبر عن هذا التعاون بين المؤسسات والأفراد والمجتمعات، وهذا يتطلب تغييرات عميقة في العقول وقلوب الناس في تعاملاتهم مع المرأة في حياتهم اليومية مبنية على أسس وقيم ومفاهيم جوهرية عن المساواة بين الجنسين. إذا السؤال الذي أود أن أطرحها، ما هي المعتقدات والمعايير والممارسات التي ستحتاج مجتمعاتنا إلى تبنيها على مدى السنوات القادمة لترسيخ المساواة بين الجنسين بشكل هادف وكامل وعملي في المجتمع، ليس من قبيل التعاطف أو التضحية الذاتية بل إيماناً حقيقياً بأن مساهمات المرأة ضرورية للمجتمع حتى يتطور. والسؤال التالي، فما هي البيئات التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة والهادفة في شؤون المجتمع؟ طبعاً دكتور فواز، يعني أنا حابة أأيد الكلام اللي ذكره وتحدث عن دور الأسرة وأيضاً زميلي ميثاق، لأن الأسرة والحيز الاجتماعي الذي يتم فيه إعداد الفرد لمواجهة تحديات الحياة. إن القيم الإيجابية التي ينبغي أن توجه حياتنا وتتشكل إلى حد كبير هي حقيقة تحدث في محيط الأسرة في أول حياتنا، وهي تقدم لنا العلاقات التي يجب أن تكون مبنية على أسس من المساواة بين البشرية، مساواة بين الإنسانية والمرأة والرجل أيضا. ولكن للأسف هي محيط الأسرة نفسها التي ممكن أن ينمي ويزرع التأثيرات الأكثر ضرر، كالميل أن نكون ظالمين وأن نكون متعصبين وأن تزرع فينا التمييز بين الفتيان والأولاد وبين الآخرين أيضا. وبمجرد تشكل هذه المبادئ والقيم في محيط الأسرة تنتقل إلى المدرسة ثم إلى الجامعة ثم إلى محيط العمل ثم إلى كافة ميادين الحياة في المجتمع. ولهذا عندما تقوم الأسرة بإشراك الفتيات في عملية اتخاذ القرارات في المنزل ويشجعون الأولاد على الاهتمام بشؤون المنزل وتنشئتهم بطريقة تغرس في نفوسهم الإدراك بمساواة الرجل مع المرأة في مقتبل عمرهم في المنزل، فإن ذلك يؤدي إلى تطور شخصياتهم وصفاتهم وتهيئهم للعمل جنبا إلى جنب مع النساء كشركاء في كافة مجالات الحياة في المستقبل. إن عملية التحول في طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل في المجتمع هي تتطلب عملية تعلم مستمر. الجميع نحن في هذا المجتمع في المجتمعات في العالم في حالة تعلم كيف نطبقها، ولهذا لازم يكون عندنا حالة من التواضع وحالة من التعلم المستمر في كافة المجالات. هذا التعلم لا يشمل التعلم الأكاديمي فحسب، بل هو يتطلب بناء القدرة على تحليل الواقع بشكل مستمر وإعداد الطرق العملية لتطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم المراجعة والتحليل باستمرار والتأمل في عملية ونتائج التطبيق والمشورة معا في كيفية تطوير الآليات والاستراتيجيات وإعادة صياغتها من فترة لأخرى حسب احتياجات المجتمع المحلي. وهذه مهارة
ما ممكن احنا يعني احنا ننميها في نفسنا الا من خلال التجربه، وتبني هذا النهج القائم على التعلم المستمر واعتبار مبدا تطبيق المساواه بين الجنسين في المساهمه في التطوير الاجتماعي هو عمليه مستمره وعضويه تتطلب اكتساب عادات وصفات وسلوكيات معينه. منها انا يعني في الوقت اذكر بس عادة وصفاء معينة واحدة هي أهمية المشورة، يعني أن يكون المشورة في جو يتسم بالصراحة واللطف ويخلق مساحة وفرص للمرأة والرجل معا أن يعني للمشاركة في المشورة في عمليات التطور الاجتماعي على كل مستوى من مستويات المجتمع، وعلى أن المفهوم النبل الإنساني للمرأة والرجل هو الأساس، وبأنهما معا يمتلكان العقل والوجدان والإرادة والتعاطف والشغف والالتزام لخدمة الصالح العام. فإذا كانت هذه هي المبادئ الأساسية التي تقوم على أساسها فضاء المشورة، فهنا تبدأ عملية التعلم في التطوير على كافة مستويات المجتمع. شكراً دكتورة رؤية، سلطت الضوء على مفهوم جداً مهم وهي أهمية المشورة، والمشورة مثل ما ذكرتي هي قدرة وقابلية نستطيع أن نصطلها في ذاتنا. المشورة هي التي سواء على مستوى الأسرة كنوافل المجتمع أو على مستوى المؤسسات، كلما كانت المشورة حبية فيها معالم من الثقة المتبادلة، تكون فيها نفسية التحري عن الحقيقة، نستطيع إيجاد حلول تنقلنا من المثل العليا إلى السعي في تطبيق هذه المثل في واقع مجتمعاتنا. شكرا جزيلا، وننتقل إلى ورقة أيضا جدا مهمة أخيرا وليس آخرا. هنا نطلب من الأستاذ محمود ممدوح روحاني أن يقدم ورقته في الرخاء الاجتماعي المستدام في عصر الابتكار والتحول الرقمي. الأستاذ ممدوح هو مدير لمركز دراسات الرخاء الاجتماعي، لديه أكثر من 25 عام من الخبرة المهنية والاستشارية في مجال الإعلام الدولي والاتصال الثقافي والسياسات الاقتصادية للاتصال. عمل كأستاذ جامعي وباحث أكاديمي في عديد من الجامعات، تولى مناصب تنفيذية واستشارية في عدد من المؤسسات الحكومية والشركات العالمية، وأسس أول مركز متخصص بالاتصال المالي في الشرق الأوسط. هو ناشط وباحث في مجال التعايش والتسامح، وهو أحد مؤسسي مركز دراسات الرخاء الاجتماعي والمدير التنفيذي للمركز. حصل على العديد من الشهادات والجوائز التقديرية محلياً ودولياً، منها جائزة الريشة الذهبية للتميز في التعليم العالي. فليتفضل مشكوراً. شكراً جزيلاً أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، تحية ناطقة. يسعدني ويشرفني أن أشارككم لمحات من نتائج سلسلة من الدراسات والقراءات التي تهدف إلى سبر معايير الرخاء الاجتماعي ودراسة تأثرها الإيجابي والسلبي بالتطور المعرفي والتطور التقني والاقتصادي المتسارع حول العالم. نظراً لمحدودية الوقت أحاول أن أستخدم عرض مرئي قد يساعد أن نختصر الوقت قدر الإمكان، وسوف نتناول خلال العرض نظرة سريعة. اسمحوا لي ما أعرف إذا واضح العرض على الشاشة. واضح. سنتناول نظرة سريعة على ما يمكن أن نتعلمه من تجربتنا البشرية المعاصرة، ومن ثم نختم بتساؤلات محورية يمكن أن تساعدنا على استشراف المستقبل وما ينتظرنا في هذا المستقبل. مصطلح الرخاء الاجتماعي مصطلح حديث، إلا أن المفهوم كان حاضراً بمسميات مختلفة عبر التاريخ. فمفهوم الرخاء تأثر بتطور الفكر الفلسفي وتأثيرات القيم والمبادئ والمفاهيم الوجودية عبر مختلف الحضارات، كما تأثر أيضاً بتطور العلوم والمعارف والاكتشافات والتي حفزت العقل على إيجاد أساليب ومقاربات أفضل لتنظيم حياته الاجتماعية، وتأثر أيضاً بالتمازج المتنامي بين السياسة والاقتصاد والذي وسع دائرة التفاعل بين المجتمعات،
كما تأثر أيضا بتنامي دور وعي الفرد والمجتمع وظهور ملامح الرأي العام وكذلك الصحافة والإعلام. إلا أن المحطة الأهم في مسيرة تطور مفهوم الرخاء الاجتماعي والمبادئ المرتبطة به هي ما حدث في عام 1844، حيث شهد العالم بداية ما يمكن أن نصفه بالتحول والتقلب الخارق الذي قلب موازين القيم التقليدية وأخذ بالبشرية نحو واقع إنساني جديد. ففي عام 1844 شهدنا اختراع التلغراف وإرسال أول برقية لتكون بداية ما نسميه اليوم بثورة تقنيات الاتصال، تلك الثورة التي زلزلت وهدمت الكثير من الترتيبات التقليدية والمسلمات الموروثة وكسرت حاجز المكان لتتلاشى معها تدريجياً المسافات بين الأفراد والشعوب في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. بالتزامن مع اختراع التلغراف ظهرت دعوات جادة ورسالات سامية ومساع دؤوبة لترسيخ مبادئ إنسانية معاصرة تبني واقعاً إنسانياً جديداً كبديل معاصر لتلك الترتيبات التي بدأت تتزلزل وتنهار بفعل التقنية، كما تبدلت أحلام وطموحات الشعوب لتصبح عابرة لحدودها التقليدية وقناعاتها السابقة. من بين المبادئ التي تكشفت نتيجة هذا الحراك الفريد مبدأ المساواة التامة بين البشر، نبذ كافة أشكال العنصرية، منع الرق، محورية العلم في حياة الإنسان، حقوق الإنسان، ثقافة التعايش، أهمية التعددية للمجتمعات، المواطنة العالمية، النظر إلى هوية الإنسان بسمو يتجاوز الفروق البيولوجية كالجنس والعرق واللون، تمكين المرأة كشريك رئيسي في تطوير المجتمعات وغيرها. تقول نظرية هيرودوت أن مسار التاريخ يمر بفصول ومراحل متتابعة كفصول الطبيعة، ويبدو أن عملية الهدم والبناء التي بدأت عام 1844 كانت إيذاناً بدخول البشرية مرحلة جديدة من النمو والنضج والبلوغ، مرحلة تدفع البشرية بوعي منها تارة ودون وعي تارة أخرى نحو المزيد من التكامل والترابط والتقارب ومن ثم الاتحاد، أو كما يصفها المفكر الكبير بيير تيشارد بكوكبة الجنس البشري. تلك الابتكارات والتقنيات وهذه المبادئ الإنسانية العابرة لحدود الثقافية قلبت وغيرت مفهوم تطور ورخاء المجتمعات وفتحت آفاق جديدة أمام طموحات المجتمعات والدول، ونتيجة لذلك ظهرت ونضجت مفاهيم جديدة كمفاهيم الرخاء الاجتماعي وجودة الحياة، والتي بدأت الدول تضع لها خططاً طموحة ونرى لها نماذج واعدة في منطقتنا العربية كبرامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مملكة البحرين وفي سلطنة عمان وفي دول أخرى. يصعب في هذه العجالة أن نتناول كل ما تعلمناه في مسيرة ثورة التقنيات الاتصال منذ بداية الأولى إلى اليوم، لذا دعونا نتأمل قليلاً في أهم ثلاث دروس تعلمناها من تلك التجربة. الدرس الأول أن التطور والتقدم في الابتكار والتقنيات سوف يستمر في تغيير الترتيبات التي توارثناها وسيستمر في هدم ما ألفت عليه المجتمعات، وبالتالي ينبغي أن يرافق ذلك التطور تقدماً في مسيرة انتشار وترسيخ المبادئ السامية التي تساعد على بناء حضارة إنسانية متجددة. الدرس الثاني عندما يتراجع دور القيم الإنسانية وتتباطا تطبيقاتها العملية وسرعة انتشارها تقع عملية الابتكار فريسة لتأثيرات القوى الاستهلاك الشرسة ومصالح الربحية الضيقة، وبالتالي تتشكل التقنيات بصورة تخدم القوى والمصالح الضيقة بدلا من خدمة العالم الإنساني. والدرس الثالث كلما كان التنوع والتعدد البشري أكثر حضورا في تطور التقنية والابتكار كلما زاد منافع الابتكار والتقنية للبشرية وقلت تحدياتها ومضارها. البشرية في حاجة ماسة لحراك جماعي نحو تأصيل القيم والمبادئ التي تهذب وجهة الابتكار وتنظم التقنيات وتطبيقاتها وتفاعلاتها، والمجتمعات والدول في حاجة ماسة لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تفرضها الوتيرة المتسارعة لتطور التقنيات ودخولها في عوالم التحول الرقمي وإنترنت الأشياء وذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وغيرها من التقنيات.
يستحيل في هذه الدقائق القليلة أن نستعرض ما يمكن عمله والاقتراحات التي تطرحها الدول والمنظمات المعنية، لذا اسمحوا لي أن أختم بعدد من الأسئلة التي تساعدنا على تصور حيوية وضخامة وإلحاح المسؤولية الماثلة أمامنا لنستشرف من خلالها ما ينبغي عمله للمستقبل. أولاً، كيف نجعل المبادئ والمفاهيم السامية ورخاء المجتمعات جزءاً من القيم التي تقود تطور التقنية الرقمية في عالمنا بدلاً من أن تنحصر على منطق اقتصاديات الربح التجاري؟ كيف نؤهل المبتكرين ومن يضعون لوغاريتميات التقنيات الرقمية المعاصرة لفهم تأثير عملهم على النسيج الاجتماعي وقياس تأثيراتها على مجتمعات العالم؟ هل بيئة المبتكرين والمطورين تعكس المساواة الحقيقية بين الجنسين وتعكس التنوع البشري والثقافي الثري؟ رغم أن العالم يسعى لتحقيق درجات متقدمة من اللامركزية، إلا أن معظم عمليات تطور التقنيات الرقمية ومؤسساتها ذات طبيعة مركزية شديدة عابرة للحدود. كيف يمكننا الحفاظ على التنوع الثقافي والاجتماعي لمجتمعات العالم في ظل هذا الواقع؟ كيف نخلق فضاءات للحوار الفكري على المستويين الوطني والعالمي لتثري الجانب القيمي والمفاهيمي لدى المبتكرين والإداريين والفنيين؟ كيف نحمي المجتمعات خاصة صغار السن من تأثيرات التقنيات ومحتوياتها على الصحة النفسية؟ كيف نضمن أن تمركز ملكية التقنيات الحديثة في يد نخبة رأسمالية صغيرة لا تجعلها وسيلة تستخدم ضمن الصراعات والحروب الأيديولوجية والسياسية والحزبية لهذه النخب؟ معظم مجتمعات العالم عانت كثيراً خلال 30 سنة الأخيرة من تبعات الفجوة المعلوماتية. كيف نستفيد من التقنية لردم هذه الفجوة؟ وكيف نتحاشى تبعات الفجوة الرقمية التي ستكون أشد وطأة وأعنف تأثيراً من الفجوة المعلوماتية؟ وأخيراً، هل كل الحلول ستأتي من قمة الهرم، أي من خلال متخذي القرار في المؤسسات والشركات، أم أن هناك حاجة بموازاة ذلك إلى العمل على مستوى قاعدة الهرم، أي المجتمعات والأفراد والنشأ، بحيث يكون هناك اهتمام عالمي جاد لتأهيل الأفراد والمجتمعات وتهيئتهم فكرياً وقيمياً ومعرفياً للتعامل المثمر والإيجابي مع التقنية وأدواتها ومحتوياتها، بدلاً من أن يكونوا مجرد متلقين ومستهلكين؟ يبقى لدينا 3 توصيات رئيسية نرى في مركز دراسات الرخاء الاجتماعي بأنها ضرورية وملحة للتعامل مع الواقع، مع واقع التحول الرقمي. لن يتسع المجال أن نذكرها، ولكن ربما نعرج عليها في القسم الخاص بالأسئلة والاستفسارات إذا سمح الله. شكراً جزيلاً لكم، وأشكر المنظمين على إتاحة هذه الفرصة. شكراً الأستاذ ممدوح على سرد في الحقيقة تاريخ، وأعطانا فهم أعمق عما نحن فيه الآن. كلما تحدث الأستاذ ممدوح يعني دعاني أفهم ما رأيته في الأيام الماضية من قمة الحوار وما وصلوا إليه البشرية من نضج حتى يستطيع أن يجلس معاً من سواء منظمات غير حكومية أو مؤسسات حكومية اجتمعت معاً حتى تناقش هذه القضايا المهمة والمصيرية للبشرية. فنشكر جميع يعني المتحدثين الذين كلهم أعطونا الكثير من الأمل في عالم ربما ننظر إليه هو هش، يتطلب المزيد من المرونة حتى نستطيع أن نتعايش في عالم قلق، يتطلب الكثير من التعاطف والتفهم مع بعضنا البعض والتعايش، عالم يتطلب منا أن نكون رشيقين في ردة الفعل ونتفهم بعضنا أكثر، عالم أحياناً غير قابل للدرك والإدراك أو الفهم، وبالتالي يتطلب أن أيضاً الاستفادة بالإضافة للمنطقة الاستفادة إلى قوة الروح والحدس بما في داخلنا. هذا العالم يدعونا أن نجتمع معاً ونعي لأهمية يعني ضرورة الحوار
الأفكار معا حتى نصل إلى مفاهيم أكثر شمولية تجمعنا معا كبشرية لتحقيق المساواة المطلوبة. فنفتح الحوار للجميع سواء في القاعة أو على منصة الزوم، نطلب رفع اليد وإن شاء الله نستطيع أخذ أكثر عدد ممكن في 20 دقيقة القادمين بإذن الله. فليتفضل الحضور. تفضل سعادة السفير. أولاً أشكر الدكتورة ندى العجمي والحضور الكرام. أشكر جمعية الجمعية البهائية على الدعوة الكريمة. أتشرف أكون بحريني بين بحرينيين في نيويورك مشاركين في الدورة 67 في لجنة وضع حمارة اللي هي الخامسة لي، إن شاء الله صار لي 5 سنوات في نيويورك. لو عليكم ما أتحدث باللغة الإنجليزية لأن لا أحب ما أحب أن أشوف ناس حاطين السماعات. Can you please put down your وإذا ممكن المترجم لو تس إذا ترجمي بالعربي أيضا للأشخاص اللي يحتاجوا. I have a feeling people there know how to speak English, so I'm just gonna just wanna make it a bit interactive. So I'm gonna ask one question first. Who here has been to Bahrain? Show of hands, please. I just see the some of the Gulf people and an Egyptian. Okay, let me tell you about myself, and I'll connect what I want to say. My name is Hatem. We were born and raised in Bahrain. My mom is from Dubai, though, to be fair. Okay. I went to school with a couple of Jalbari ladies, which I can see some of the Jalbaris here on the screen. And it never was an issue for me growing up to be around Baha'is, members of the Baha'i community. The same as whether it was from people from the Jewish community or the Christian community. My father, when growing up, he grew up in the old souk. We are merchants from Manama. He said the most honorable businessmen that we ever dealt with were from the Jewish families. Growing up, I thought I was just lucky, to be honest. But in reality, I wasn't lucky. When I grew up, I started understanding that this is all has to do something with the institution. His Majesty King Hamad and Isa al-Khalifa, he put the right environment and he went out of his way to put the right infrastructure so that Bahrainis, like myself, can grow in an environment that is conducive and is productive and gives you the right feeling of freedoms, the right freedoms and the right, let's say, comfort in order to grow. So being here, I don't feel out of place. The same as being right to my friend here, Mithaq, I don't feel out of place. The same as all of Bahrain is on the screen. So I encourage all of you to visit Bahrain, to live this, to see this for yourself. Now, moving on to the topic that we have here about that is going on our town, CSW. As you might all know, King Hamad also established the Supreme Council of Women, which is led by Her Highness Sheikh Sabicha bin Ibrahim Al Khalifa. Now, Bahrain has one of the highest rates of women in leading positions in both the public and private sector in the Arab world and possibly internationally, but we're getting there. Okay. And there's also have been laws put in place to protect and develop women in Bahrain, which a lot of countries around us in the Gulf also are seeing, and they're using it as a platform or as a role model, put it that way. So I also advise you to, if you ever have a time, to visit us in the mission, actually. 50% of the members of the mission, my colleagues, the diplomats, are also women. And more women are joining the diplomatic sector in Bahrain than men. But I think if I had to guess, this is just a guess, 60-70%. Okay. I think a lot of them want to showcase Bahrain and our accomplishments internationally. Now I want to ask you one question. It's a trivia question. Okay, so just to wake you up, okay? Okay. I had the honor of studying at the University of Cambridge. The university was established in 1290. How many years do you think it took them to admit women? Please.
Yes, it's many. Yes, yes. 900. It only happened by the early 20th century or end of 19th century. Officially, early 20th century. Unofficially, late 1800s. And when they did, they had protests in Cambridge. Men, actually, some students had protested because they didn't want women in the university, to a point where they actually built a college outside of Cambridge City Center where women could be. Okay? Now, when we take the example of Bahrain, modern education, and probably Dr. Fawaz will help me if I get this wrong, okay? Four boys, 1919, four girls, 1926. Just 7 years, not that bad, right? Okay, when universities were established in Bahrain, there was never a segregation. The same as in the UAE, the same as in Kuwait, because my mom studied in Kuwait before there were universities in the UAE. So this is just a glimpse of what we have going on in our side of the world, in our area. And I think we just need to showcase this more and more because it should be highlighted. These aren't, we don't think of them as accomplishments, but when you actually take them in context of internationally, what's going on around the world, we do have a very rich history and a very conducive environment that should be showcased. Thank you very much. Shukran, Saadet حاتم عبد الحميد نائب المندوب الدائم لمملكة البحرين بهذه الإضافة، وفي الحقيقة يعني ذكرتنا بمدى الإنجازات التي قام بها البشرية في هذه الفترة، وبالأخص نقدر نقول الـ social transition that humanity went through between the 19th and 20th century اللي أشار إليه، أو التحول الاجتماعي، ومن القضايا المهمة بالإضافة إلى القضايا الأخرى كانت قضية women's emancipation وهي قضية تمكين وتطوير المرأة. نسمع أيضا من الحضور الكريم، تفضلي، وكل حد إذا ممكن يعرف نفسه ويتفضل. أنا اسمي أمل ترزي، أنا من فلسطين. صوتك أعلى إذا ممكن. أنا من فلسطين، مدير عام جمعية الشباب المسيحية. معي ماسترز في الهندسة الصناعية. الحقيقة أنا كثير مبسوطة بالموضوع اليوم وبعتبره نقلة، لأنه أنا لحد امبارح بالليل كنت very frustrated بالمستوى اللي بننزل فيه بموضوع حقوق الإنسان وموضوع معالجة موضوع الديجيتاليزيشن. وخصوصا ان انا جاي بعبر عن قضيه كثير صعبه. انا بعبر عن فلسطين بوضع احتلال، بعبر عن وضع نساء كثير وضعهم سيء، بدايات سيئه بسبب الاحتلال بسبب الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اللي موجودين فيها. وقديش احنا بدنا نستخدم التكنولوجيا عشان نقدر نوصل صوتنا للعالم الكبير وبالاوضاع الصعبه اللي موجودين فيها. وجدت انه احنا في اخر العالم يمكن اخر هم حدا يطلع عليهم قضية فلسطين والوضع الصعب، مع انه يوم المرأة امبارح وكان في عنا شهداء وفي كان فخورة بالموضوع اللي عم تطرحوه، لانه كمان هو كونسرن لي كأم كمان، اني انا اليوم بطلع عليه واظن كل العالم عم بيستعمل التكنولوجيا وعم بيدخلوا بمواقع مختلفة، واحنا ما بنعرف كيف بدنا نربي اولادنا ونتأكد انه ماشيين على قيم والمبادئ، صح بنخليهم يصلوا وصح بنخليهم يتربوا ونوديهم على مدارس، بس الكنترول كثير اصعب. الموضوع اللي عم بطرح اليوم مستوى كثير عالي، انا يعني عن جد فخوره فيه وبشوف انه هذا هم مشترك عالمي عم تطرحه بمستوى كثير رفيع. حقيقه انا اول مره اسمع بالجمعيه البهائيه او بالجامعه البهائيه، ما عنديش خلفيه، يعني يمكن اروح اليوم واعمل ريسيرش. انا وصلني عن طريق الجمعيه العالميه شبات المسيحية الدعوة وقدمتها أونلاين، بعدين إجاني إنه أجي فيس تو فيس، بس بشوف إنه في مستوى مهم نطلع له. اللي بدي أكد عليه نقطتين، إنه موضوع المساواة بين الجنسين رئيسي في موضوع العمل اللي بنشتغله، والمساواة بين الجنسين ما بتتحقق إذا إحنا ما أعطينا المرأة كنترول أوف ذا ريسورسز. يعني إذا الست ما عندها القدرة إنه يكون عندها إمكانيات من ناحية مهارات، من ناحية دخل، من ناحية ما راح تقدر تعمل تغيير في مجتمعنا، وهذا اللي بنمارسه. احنا بظروف صعبة كثير بسبب الاحتلال، بسبب ظروف فقر فعلا بعد الكوفيد، الاحتلال بيمنعنا من ممارسة
كثير من الامور الاقتصاديه عم تكون بظروفنا، النساء بوضع كثير سيء بتكون معرضه للعنف بشكل كثير اكبر بسبب عدم قدرتها. فاحنا من خلال عملنا في جمعيه الشباب المسيحيه بنحاول نخلق افكار للنساء عشان يعملهم فرص عمل للتنميه. خلال الكوفيد وبعد صرنا نفكر في انه اعطائهم فرص عن طريق التكنولوجيا يقدر يعمل بزنس اونلاين، بس وجدنا كمان انه فيش وعي لدى النساء باستخدام التكنولوجيا بشكل جيد وبحاجه للوعي عشان ما يتعرضوا للابتزاز الالكتروني. عندنا نسب عاليه جدا للابتزاز الالكتروني حتى بنشوفها بالمدارس، اطفال يعني بيبتزوا بعض نتيجه عدم الوعي، نتيجه فقداننا للقيم. احنا اليوم اكثر كل واحد مربوط بموبايله مش مربوط بالحس الانساني، وهذا اللي عم بسمعه اليوم بالقاعة كثير عظيم بالنسبه لي، لانه احنا بدنا نحكي عن spiritual resilience وهي جزء من الديانات. يعني انا كثير جميل اللي عم نحكي انه الديانات كلها مع بعض مفروض تشتغل، لانه كلها بتتعامل مع الحس الروحاني اللي اعلى من المستوى التكنولوجي اللي احنا عم بنحصل منه. اليوم بعد 10 سنين في ريسك كثير عالي علينا وعلى اولادنا. يمكن احنا في فلسطين همنا الاكبر الاحتلال والمقاومه، بس اليوم احنا عم نقاوم عن طريق التكنولوجيا. احنا اليوم عم نعمل ريزيستنس مش عن طريق الاسلحه، احنا اليوم بندرب صبايانا كيف يطلعوا صوت للعالم عشان يقدروا يحكوا عن القضيه. بنعمل اكسشينج مع الدول والشباب في الدول وخاصه الاوروبيه، يعني انه بنقدر نعمل كامبينز تيك توك فيديوز اي شيء يوصل صوتنا لليوم وبكره وبعده. انا بنصدم انه لسه في كثير قوي فورورد عشان ندربهم ونعلمهم ونقدر نوصل صوتهم بطريقه كثير منيحه. بديش اطول اكثر، الموضوع كثير كبير، بس بشكركم جدا على هاي الفرصه. اسمك الكريم؟ امل فرز. امل، استاذه امل شكرا لمداخلتك، مداخلتك دلت على شيء اخر، احتياجنا الاكثر لهذا الحوار. لهذا الحوار بأطياف المختلفة من المجتمع حتى نفهم قضايا بعضنا البعض، نتعاطف مع بعض، نجد الحلول مع بعض. هذه جدا مهم، ونشكرك على مداخلتك وعلى ذكرك نقطة جميلة، المرونة الروحانية ذكرتيها، هي جدا مهمة نحتاجها حتى نفهم ونتعاطف مع بعضنا البعض. نسمع من الأستاذ عبد الله الجمال أو الجمل إذا نطقته صح من الفضاء الافتراضي، فليتفضل. يعطيكم العافية. صوتي مسموع؟ أيوة مسموع واضح، تفضل. أشكركم والله شكر جزيل على هذه الفعالية. فعلا يعني البشرية كلها بحاجة إلى مثل هذه الفعالية، وهذا كلام ليس كلام للمجامل أو كلام إنشائي. البشرية فعلا بحاجة إلى مثل هذه الفعاليات التي ترسخ مفهوم التعايش. مفهوم التعايش نحن أحوج ما نكون له، بغض النظر عن معتقداتنا، عن أدياننا، عن أفكارنا، عن توجهاتنا، عن أجناسنا، ولكن يبقى موضوع التعايش خيط يفترض أن يربط الجميع. مهما كان توجه الإنسان ينبغي أن يسعى إلى تعزيز وترسيخ التعايش بين مختلف المكونات، لأنه هذا هو الأمل الوحيد أو الخيط الوحيد اللي أتوقع المتبقي للبشرية في ظل طغيان المادة وطغيان المصالح الضيقة. فبالتالي تبقى موضوع التعايش، وفي ظل اختلاف القناعات واختلاف الأفكار والأديان يبقى هذا هو الأمل الوحيد اللي يفترض أن تتشبث فيه البشرية. أشكركم شكر جزيل فعلا على مثل هذه الفعالية اللي يفترض أنها تزيد وتنتشر، ويعني يكون هناك تفعيل أكثر لها في مختلف المستويات، سواء على مستوى إعلامي، مستوى تعليمي، مستوى الأجيال الجديدة. الأجيال الكبيرة ممكن يكون الأمل فيها ضعيف شوية للأسف لكثرة الفروق والحواجز بين البشر، ولكن الأجيال الجديدة بحاجة فعلاً إلى مثل هذه الفعالية. بلا شك الأجيال Generation Z أو Z مثل ما يقولوا لهم، هم الجنريشن اللي يفهموا هذا التغير، عاشوا هذا الأوضاع ملموس منذ ولادتهم. تفضل
يعطيكم العافية جميعا. أنا ليث أبو طالب، بشتغل كأخصائي لتعبئة الشباب مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر. شكرا على الدعوة اللطيفة السفيرة والجميع. دور التكنولوجيا كثير مهم في حياتنا الحالية، وزي ما تفضل الدكتور فواز، التربية والتنشئة الإعلامية صارت شيء كثير مهم لنا، وصار عندنا كلنا أكسس على التكنولوجيا، وحتى لما اللي ما كان عندهم أكسس على التكنولوجيا بعد كوفيد صار في عندهم، فما بنقدر نحط التكنولوجيا على جنب ونلغيها من حياتنا، وإنما لا بدنا نعززها بشكل أكبر، لكن بدنا نوعي الأجيال. فمن هذا المنطلق اشتغلنا على تطبيق اسمه بي رايز بالمكتب الإقليمي، وهو تطبيق مبني على مبدأ الجيميفيكيشن، هو التلعيب من أجل التعليم، ونعم نستهدف فيه الفئة الأصغر، وهي عبارة عن لعبة كل الناس بتحب تلعب، وهلا الكبار عمالهم بيلعبوا كاندي كراش وهي الأشياء على الموبايل، فعمالنا نستهدف الأطفال وفئة اليافعين والشباب من المجال اللي هم عندهم اهتمام فيه. فبالتالي وي رايز هي عبارة عن لعبة عمالها بتوعي في مجال المستوى في النوع الاجتماعي، أهداف التنمية المستدامة، تمكين المرأة، تمكين الشباب من خلال ألعاب وبرامج. وأنا كل ما عمالي بلعب عم باخذ نقاط، عم باخذ شغلات، لكن في طريقة غير مباشرة وعند العقل اللاواعي أنا عمالي بعمل تربية إعلامية، وعمالي بزيد من المخزون الثقافي لهدول الأطفال في مجال العلوم، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الحياة الثقافية بشكل عام من خلال اللعبة. فبحب إنه بشكل أكبر إنه إحنا أيضا نتعاون ونستهدف فئة الشباب ونشتغل من تحت لفوق، بدل ما نضلنا عمالنا بنستهدف إحنا سياسات وحكومات وإجراءات وبروتوكول. أكيد يعني نستهدف وزارة التربية والتعليم، نعطيهم تدريبات وبدورها تعززها على المعلمين والمعلمين على الطلاب. هاي استراتيجية جدا جميلة، حلو نحطها على 5 أو 6 سنين، لكن بنفس الوقت إذا إحنا بدنا نحرز تقدم بدنا نشتغل بشكل متوازي أيضا من الأسفل للأعلى. فمن هذا المنطلق عملنا وي رايز. بحب كلكم منكم تحملوا التطبيق، تعرفوا عنه بشكل أكبر، وبالتالي تتواصلوا معنا ونشوف كيف ممكن إنه إحنا نعمم هذا التطبيق بشكل أكبر. حاليا موجود باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وبنطمح إنه خلال الفترات القادمة نقدر نعمله بالضبط. شكرا. نعمله بلغات أخرى أيضا ونعززه بشكل أكبر. والمميز فيه إنه في كالندر عملنا، يعني أي فعالية بتصير في مجال المرأة، في مجال التمكين، في مجال الشباب، بنحطها على الابلكيشن وبوصل بوب نوتيفيكيشن لكل الناس انه يعرفوا عنه بشكل اكبر. فاحنا هيك عمالنا بنعمل يوث انجيجمنت من خلال التكنولوجيا وعمالنا بنوعي فيه بشكل اكبر. شكرا لكم. استاذ ليث، اشرت لنقطه ربما احدى الحلول التي كانت تناقش في الجلسات في الايام الماضيه، ونحن نحضر جلسات مختلفه كنا نسمع صوتين في موضوع التقنيه، صوت يحذر العالم والنساء من خطر التقنيه وما سيرونه في هذا المجال من تحرش وهراسمنت وهذه الأمور، وصوت يلح على ضرورة فتح التقنية أمام النساء خاصة في المناطق اللي هي أكثر نائية. فهذا التناقض اللي موجود تشوف أنه في حدة وما تعرف هل تثق في التقنية أو تخاف منه. فاليوم هذه إحدى الحلول أن إحنا يجب أن ننظر لهذا المجال، كيف نخفف هذا الخوف اللي موجود ونبني الصوت الإيجابي مثل ما ذكرتي الأستاذة أيضا أمل في أهمية مساعدة النساء في إضافة محتوى، وحتى لا يكونوا فقط هم المتلقنين من المحتوى من الإنترنت. نسمع أيضا مداخلة من الأستاذ ممدوح. تفضل. شكرا. هي في الحقيقة النقطة اللي حضرتك أشرت إليها مهمة، هي الاثنين معا في الحقيقة. وعلى هذا الأساس كنا في مركز الدراسات قدمنا 3 مقترحات أو توصيات نعتقد أنه هي في الحقيقة نقلة نوعية حان الوقت أنه نفكر فيها. وأنا بسبب وجود سعادة نائب السفير والشخصيات المحترمة الموجودة من منظمات مختلفة أود أن أطرحها، لأن أعتقد هي في الحقيقة جوهرية إذا أردنا أن نتعامل مع التغيير السريع. التقنية ضرورية لا نستطيع أن نوقف، ولكن سرعتها مهولة. التلفزيون يحتاج إلى أكثر من 100 سنة ليصل إلى 1 مليار إنسان، الشات جي بي تي وصل في 30 يوم. فقيسوا على ذلك حجم التسارع، ولكن آليات العمل الموجودة بين يدينا الآن بطيئة بعض الشيء للتعامل مع هذه السرعة.
اختصر بحاول اختصر التوصيات بسرعة. أولا في الجانب القانوني بعض الدول لديها تجارب جيدة في محاولة تقنين التقنية بحيث تستفيد، ولكن معظم دول العالم لا تمتلك الموارد والخبرات الكافية. معظم دول العالم متلقية وحدودها مخترقة تماما من خلال التقنية ومن يمتلكون هذه التقنية. فحان الوقت أن يكون هناك قانون عالمي وجهة عالمية تنظم الموضوع بالإضافة إلى المجهودات الوطنية المهمة. هذه نقطة تعتبر نقلة في الجانب القانوني، حان الوقت أن الدول تفكر فيها. الجانب الثاني موضوع الفجوة المعلوماتية والآن الفجوة الرقمية المهولة. لدينا الآن مراهقين وشباب في بعض الدول العالم الأقل حظاً اقتصادياً، في الحقيقة بينهم وبين من يعيشون في العالم الأول ما يقارب تقريباً يعني حسب الدراسات ما يوازي 60 إلى 70 سنة فارق تجربة. وهذه التجربة متوقع خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة مع التسارع الحاصل يتجاوز 150 سنة. فكأننا نكون كوكبين نعيش معاً في جغرافية واحدة ولكن في زمنين مختلفين. ولذلك حان الوقت أن نفكر بجدية كيف نردم هذه الفجوة المعرفية والرقمية، وإحدى أهم أدواتها هي اللغة. حان الوقت أن نبدأ نفكر معا كيف نستطيع في الوقت الذي نحافظ فيه على لغاتنا وثقافاتنا وهويتنا تكون هناك لغة مشتركة تنظم دوليا من أجل أن نردم هذه الفجوة بحيث لا نجد الفارق اللي نراه الآن. اللي يذكر منكم تقرير التنمية العربي اللي صدر قبل حوالي 15 سنة كان وقتها إشارة إلى أنه ما يتم ترجمته إلى اللغة العربية في سنة واحدة يوازي تقريباً ما يتم ترجمته إلى اللغة الإسبانية في سنة واحدة يوازي تقريباً ما تم ترجمته في آخر 500 سنة إلى اللغة العربية. لكم أن تتخيلوا الباحث الذي يبحث على النت بيدخل وبيعمل سيرش حجم المعلومات اللي يحصل عليها بالعربية مقارنة بأنه لو كان متمكن مثلا في لغة أخرى يبحث فيها. التوصية الثالثة أنه في الوقت الذي نعمل من رأس الهرم نعمل من خلال إدارات الشركات والتنفيذيين والريجوليترز المنظمين في الدول لابد أن يكون هناك مجهود موازي لهذا وربما بزخم أكبر على مستوى قاعدة المجتمعات، أفراد المجتمع خاصة الأصغر سنا كيف يتم تأهيلهم بحيث يكونوا هم المتحكمين في هذه التقنية. المستثمرين أكثر ما يخشونه هو وعي المستهلك. إذا نرجع إلى ذكرى ما حدث في الثمانينات عندما تم إيقاف استخدام غاز الـ CFC، الدول كانت لمدة 20 سنة تضع قوانين وأنظمة ولم تكن تحقق الهدف، ولكن بمجرد ما تكون الوعي في تقريباً 85-86 ميلادية فجأة اضطرت الشركات أن تهذب سلوكها في الصناعة وتزيل استخدام هذا الشيء. نفس الشيء نحتاجه الآن، نحتاج أن نعمل قاعدة المجتمعات نبني فيها القيم الإنسانية والوعي في التعامل ليتحولوا من مستهلكين إلى شركاء، وفي هذه الحالة نكون تجاوزنا حاجز مهم في هذه العملية. أعتذر على الإطالة. شكراً، شكراً جزيلاً. رغم أنه وصلنا لنهاية وقت البرنامج أود أن أطلب اللي عنده التزام في الفري أو خذ راحتكم ممكن تطلعوا، لكن بنضيف 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير إذا في مداخلات، فبس نتأكد أنه إذا الأصوات جميعاً مرحبة، رغم أنه إحنا طبعاً هذا الحوار رح يستمر بعد هذا، هذا ليس حدث وهذا استدامة عمل بدأت منذ أيام وستستمر حتى بعد ما نرجع لبلداننا. فإذا في أي نتأكد إذا من الحضور في الفضاء الافتراضي أي حد يرغب في المداخلة نرحب به، ومن الحضور تمام. إذا نقدر نقول إن شاء الله نتمنى للجميع نهار سعيد واستفادة أكثر من البرامج، وتستمروا في مشاركة في البرامج اللي موجودة. سعادة الفاضل حاتم عبد الحميد نائب المندوب الدائم لمملكة البحرين، شكرا لتقبلك الدعوة وحضورك، نورت الجمع. سعادة الفاضلة سفيرة رامشفر ممثلة الجامعة البهائية في الأمم المتحدة.
واحدة. شكرا لحضورك الأستاذ حاتم الهادي ممثل الجامعة البهائية العالمية بالمنطقة العربية مكتب القاهرة. شكرا لحضورك حضورنا الكرام، شكرا لوقتكم أعزائنا اللي جيتوا من فضاءات وأوقات مختلفة. مساءكم خير، صباحكم خير، ولأولاد بلدي في السلطنة أقدر أعرف أقول لكم خميس مبارك وأجازة ويكند سعيدة عليكم، وشكرا لحضوركم جميعا.